عليكم السلام يا أستاذ. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تمام، العدد كده كله مكتمل ما شاء الله. اللي قلنا اليوم بقى، اولا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وان شئت ربي جعلت الحزن سهلا. تحيه للاستاذه لجينا. اليوم ان شاء الله بنقول السكون. ال الكل كتب بصوره جيده جدا جدا جدا، او بنسبه 99% ممتازه ما شاء الله. اليوم بقى اولى المستوى الثاني، ومهم جدا جدا، السكون. السكون ركزي معايا يا استاذه شروق، عشان ارسلت لك الحاجه بالامس، مش مشكله الحاجه اللي عدت دي، خليكي معايا بقى في اليوم. السكون، ايه هو السكون؟ الحركات، او عندنا في مصر بيقول على التشكيل، التشكيل او الحركات ثلاثه، فتحه وكسره وضمه فقط. ما تقولش بقى فتحتين وكسرتين وضمتين، ده تنوين ولسه ما جالاش عنده. التشكيل فتحه وكسره وضمه، او الحركات فتحه وكسره وضمه. يبقى لما اقول حركات، الجماعه بتوع مصر المصريين يعرفوا ان انا بتكلم على التشكيل، تمام؟ يبقى الحركات عندي ثلاث، فتحة وكسرة وضمة، وعندي حاجة اسمها سكون. السكون ليست حركة، حتى بتدل على اسمها سكون. سكون يعني وقوف، هدوء، سكن الألم، وقف، سكن الليل للهدي، تمام؟ فكلمة سكون تدل على وقوف، والوقوف ليس حركة. الحركة اللي أنا إيه؟ بحرك فمي وأنا بنطقها. في الفتحة بفتح فمي بقول آه مثلاً، آه. في الكسرة بقول إيه؟ بي، أهو. في الضمة بقول إيه؟ سو. بحرك فمي مفتوح ومكسور ومضموم. أما في السكون ولا بفتح فمي ولا بعمل كسرة ولا بضم فمي، ما فيش خالص. اقفل لو سمحت المايك يا استاذه لوجين. تمام. السكون، السكون مهم جدا 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 جدا، واللي ما يعرفش يقرا الحرف الساكن يبقى لسه ما اتعلمش حاجه. تمام. السكون، قلنا من قبل ان الحركات ثلاث، هنقول بقى على السبوره حالا دلوقتي ان شاء الله. الحركات ثلاث، فتحه وكسره وضم، والسكون دي اسمها علامه، علامه وقف. طيب نتكلم بقى كده ونقول الكلمة دي اسمها ايه؟ شو ري با، شو ري با، ركز، شو ري با، شو ري با، شو ري با. كل حرف بنقول عليه، دي بنقول عليها حروف متحركة. يعني ايه حروف متحركة؟ هنتكلم دلوقتي. شو ري با، كلمة حرف متحرك يعني ممكن انطق الحرف الواحد. قال لا ازاي؟ وفي حرفين، في حرفين يأتوا مع بعض. مع بعض ازاي؟ في صوت واحد. شو، مش ده صوت واحد للشين؟ ده صوت واحد للشين. ايه رايك بقى هنقرا حرفين برضو بنفس الصوت بصوت واحد؟ دي اسمها حروف متحركه. هنقول بقى الحروف الساكن. اولا السكون علامه دائره صغيره كده بتجدها على الحرف. السكون لا ينطق وحده. السكون، ايوه، لا ينطق السكون وحده، دائما ينطق مع الحرف اللي قبله. انا بمثل السكون بايه؟ بالجنين في بطن الام.
إذا ذهبت ذهب معها، وإذا أكلت أكل معها، وإذا نامت بيتحرك معها ما يفارقهاش. نفس الكلام، الحرف الساكن دائما متصل بالحرف اللي قبله لازم، والحرف اللي قبله لازم يكون عليه فتحة أو كسرة أو ضم، فتحة أو كسرة، أو لازم يكون عليه فتحة أو كسرة أو ضم، ما ينفعش سكون مع سكون، لأن القاعدة بتقول إيه؟ لا يلتقي الساكنان، ما ينفعش. طيب، والسكون الحرف اللي عليه سكون لازم يكون على الحرف اللي قبله، لازم يكون مفتوح أو مكسور أو مضموم. ما ينفعش مثلا الراء دي تبقى عليها سكون والباء عليها سكون، ما تنفعش، ما ينفعش. امال ايه؟ في سكون؟ اه، لازم الحرف اللي قبله يكون متحرك. يعني ايه متحرك؟ يعني عليه فتحه او كسره او ضم. فالقاعده بتقول ايه؟ يقرا الساكن مع اللي قبله، يقرا الساكن مع اللي قبله، لازقين في بعض. اي لازقين في بعض، هنقول اهوت عشان نوضح اكتر. الكلمة دي اسمها ايه؟ الكثيرة، ممكن يقرأها صح بس مش عارف قرأها صح ازاي. الحرف الخاء عليه سكون والألف مفتوح، ركز معايا، ما اقولش آه وقف، لا، لو قلت آه وقف شكرا مش هعرف انطق الخاء. الخاء متصلة اتصال كامل بالألف زي ما احنا اتفقنا، الجنين والأم مع بعض، ما أقولش آه وقف. لو قلت آه وقف يبقى أنا بقول للأم اتركي الجنين من بطنك كده وخرجي للسوق وارجعي هاتيته، ما ينفعش. فاحنا بقول أهو، أمال أقرأ إزاي؟ أقول إيه؟ أخ، إيه ده؟ ده أنت ما كملتش القاء. أيوه، الحرف الساكن لا يكتمل في النطق بتاعه، لا يكتمل، ولا ينطق الساكن وحده. ما يجيش بعض المعلمين للأسف، وبعض المدارس للأسف، وخاصة المدارس الخاصة اللي أنا شفته في مصر، بعض المدارس الخاصة صفر صفر في اللغة العربية. تمام؟ ليه؟ المدرس أو المعلمة تقول إيه؟ أبقى أنا يا أستاذ بكره في المدرسة خالص. بق تق، مفيش أق وبق، مفيش حاجة اسمها أق وبق. الحرف الساكن لا يقرأ وحده، أي حرف عليه سكون ما ينفعش يقرأ وحده. جنين أهو، جنين بالعقل كده، هل الجنين ده يستطيع أن يتحرك أو يتكلم في بطن الأم؟ لا طبعا. تمام، كذلك الحرف الساكن مثله مثل الجنين بالظبط، لا يقرأ الحرف الساكن وحده، لازم يكون قبله حرف. طب لما نيجي نقرأ بقى الحرف الساكن مع اللي قبله نقرأه ازاي؟ يقرأ نصف الحرف، نصفه. ايوه، اصل انت ما انتش واخد بالك، او ما انتش واخده بالك، لما نيجي نقرأ اي حرف دائما بنقرأه على مرحلتين اتنين الحرف. ايوه، على مرحلتين اتنين. ازاي؟ انا اسمي ايه؟ بسيوني. لو تلاحظ تقول ايه؟ لقيتني بتقول ايه؟ بس نطقت الباء مع السين بس ما كملتش، ما قلتش باسا. لو قلت باسا يبقى الباء لوحدها والسين لوحدها زي شوري، انما قلت ايه؟ بس. طب والسين ما كملتهاش يا استاذ، لو كملتها لازم هتبقى يا مفتوحه يا مكسوره يا مضمومه، فما بكملهاش، بقف عليها، بقف على نصها. طب يعني اقف على نصها ازاي يا استاذ؟ اجيبها كده واقف على نصها؟ لا، اهدى. دائما الحرف له مرحلتين في النطق، دائما يبدا الحرف في النطق بسكون، اي حرف يبدا بسكون.
ركز معايا وانا هقول اول حرف من اسمه، او اول حرف من اسم الاستاذه فتيحه، اول حرف من اسم الاستاذ بدري. بس يوني زي بدري، الباء مفتوح. شفته اهو، هنا الباء في حاله السكون، با، مجرد ما افتح فمي اصبحت الباء مفتوحه. يبقى انا عندي الحرف بيقرا على مرحلتين اثنين، مرحله ايوه على مرحلتين اثنين. اول مرحله بعمل كده بس عشان اعرف اقف، اول مرحله دائما ينطق الحرف في حاله السكون. هقول اس اول اسم من اسم الاستاذه فتيحه، ادي حاله السكون في حرف الفاء، فا. بس هل اعرف انطقها لوحدها؟ لا طبعا ما ينفعش. تمام، عايز اقول ان هنا الخاء اقول ايه، ما اقولش خا، لو قلت خا وكملتها يبقى انا نطقت الخاء كامله مفتوحه. امال اقول ايه؟ اخ، شوف وقفت عليه، اخ، ما كملش، ما افتحش فمي ولا اقفل ولا اضم، ما اقولش اخو، اخ. طبعا ها، مين يقرا دي؟ أنا يا أستاذ قولي يا استاذه اسيا. أب اب، ايوه اب. طب هنا أب قلت ايه؟ قلت شر، لا شو ري. شفت هنا حروف كلها متحركه، فكل حرف ينطق لوحده، انما هنا ما ينفعش اقول وانطق الباء لوحدها. لو نطقت الباء لوحدها، اذا نطق الباء لوحدها والخاء، اذا نطق الحرف الساكن وحده مش هينفع ننطقه لوحده. امال هننطقه ازاي؟ لما انطقه صح لازم انطقه مع اللي قبله. لو نطقت اللي قبله لوحده تاكد ان الحرف ده استحاله هتقراه ساكن. لو قلت وقفت هتقرا الباء ازاي؟ تقول ايه؟ با، يبقى كده مفتوح. نقول ايه؟ اب. شوف وقفت، اب، وقفت على الحرف اخ. طب ناخد كمان كلمه كده، استاذه فاتحه أم نعم أستاذ اقرأي يا استاذه. أم ام، ما شاء الله. أستاذة شروق، زائدة أستاذة شروق، أستاذة منى، زائدة أستاذة منى، أقرأ أستاذ ما تقرأي يا أستاذ. جد هي مين اللي بيقرأ؟ هو مين اللي بيقرأ؟ مين اللي قرأ كلمة جد يا جماعة؟ أنا سيا أستاذ أسير، تمام. هو الأستاذة منى مش معانا خالص ولا إيه؟ طيب، أستاذ يونس، اقرأ يا أستاذ. دي عم عم، أستاذة دنيا، نعم أنعم الله عليك، اقرأي دي يا أستاذة دنيا. لا هلا هلا، شفتي؟ هلا، بقص صوتين اتنين، مش أنا قلت ما ينفعش أقول ها لا، أهي ما أنت كده نطقت الهاء لوحدها، لازم أقرأ الهاء مع اللام. أقول إيه؟ ها، مين يعرف؟ هل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هكذا قال الله سبحانه وتعالى.
الجزاء الإحسان إلى الإحسان، إنما لما تقولي هالا أصبحت اللام مفتوحة. هالا، تمام. أستاذ يونس، ما فيش يونس هنا خالص، أستاذ قول يا أستاذي. شد شد، أستاذة لوشينا. نعم يرتد يلا يا أستاذة لوشينا، ها. قد قد أفلح المؤمنون. عندي أستاذة شروق، أستاذة شروق، أنت مش ما بتردش علينا ليه يا أستاذة شروق؟ أنا موجودة يا أستاذ. اقرأي، ها؟ أن لا، ده الهمزة مكسورة. إن إن. أستاذة منى محمود، أيوة يا أستاذ. اقرأي يا أستاذة منى اللي أنا بكتبها دي. أن أو، ده الهمزة مفتوحة. أن الهمزة إن مفتوحة. أه أن أن أن، تمام، ما شاء الله عليكم، ها. اقفلي يا أستاذة منى، سكتي الولد ابنك ده يا أستاذة منى. أستاذ صديق، نعم لم، تمام. أستاذ بدري، ها، أستاذ بدري، عن عن أستاذ كاع ما كنشوفك ملي كتكون تكتب شي ليه واحد مش فاتح شايفه ليه؟ ما هذاك هو ما هي الكتابة واضحة قدامي، حد مش شايف يا جماعة؟ لا يا شي أستاذ واحد، الصورة واضحة؟ واضحة أستاذ واضحة؟ واضحة أستاذ طب أمال إيه يا أستاذة واضحة منى؟ واضحة أمال إيه يا أستاذة منى؟ امسحي الكاميرا بتاعة التليفون بتاعك يا أستاذة منى بالمنديل ولا حاجة. أستاذ محمد غالي، اقرأ. فم فم، تمام. طب الأستاذة لجينا سريعا كده هتقرأ لي السطر الأول، ها. لم ما شاء الله عليك، ها ها، الخطأ ب 10 جنيه، قول يا أستاذة لجينا. أب أب، ها، أخ عظيم أم عظيم، كده مش هناخد منك فلوس، ها. اللي بعدها الأستاذ بدري، ها، أستاذ بدري، طيب أيوة أستاذ جد اقرأ يا جد أستاذي، ها جد ها عم ها، هل عظيم، ها، شرط ما شاء الله. أستاذة فتيحة، إن إن، ها، قد ما شاء الله. فم أن عن ما شاء الله، ما شاء الله. طيب الأستاذة دنيا، نعم أنعم الله عليك، لم ها. لم، ها أخ ها، أم عظيم. بعد الأستاذة دنيا الأستاذ محمد غالي، قرأ ولا ما قرأش؟ ها، لم لا لا، أهل. جد عظيم عم عظيم، ها هل ها، شد عظيم. أستاذ صديق، إن قد طم أن ودي، إن ها، ركز، أن
طب دي ان ودي ان. ايوه ايوه ازاي؟ بننطق الالف ا وبننطق العين ا. ان 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 ودي ايه بقى؟ عن عا عا يا استاذ صديق، معلش، الدولة السودانية بتقرأ كده، دي عا عا عن ان عا ان زي زي كلمة عا عادل عا عادل ان عادل تمام. طب اقرأ دي يا استاذ صديق، نضيفها كمان اهي. لو لا، اللام مفتوحة يا أستاذ صديق، لو اللام مفتوحة يا أستاذ صديق، اللام عليها فتحة وليست عليها ضمة. لو يا أستاذ، لو، لو أيوة لو، تمام، لو عرفنا الحرف الساكن. طب تمام أوي، الحرف الساكن يقرأ مع اللي قبله كله. يقفل لو سمحت المايك بتاعه، أنا مازال ما قريت الصوت. حد ما قراش. أنا انا يا استاذ آسيا، الاستاذ اسيا والاستاذ يونس ما قراوش والاستاذ شروق. وأنا يا مازال تمام ما قريت. طيب الاستاذه اسيا اقرا يا استاذه اسيا اول سطر. أب اول سطر. هنا اهو يا استاذه اسيا. لم 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 اب أب أخ أم أستاذ يونس. جد أم هل جد أستاذ أشوق. لا، الشاشة السوداء قدامي يا أستاذ مش شايفة. لسه برضه الشاشة، مش معنى الشاشة سوداء قصادك انت والاستاذة منى محمود كانت برضه بتقول لا، الشاشة بس سوداء. في حد فاتح بتبقى سوداء. ما فيش حد فاتح على فكرة مايك خالص، انت بس اللي فاتحة. هي لسه جاية. أيوة، حتى أنا عندي سوداء يا أستاذ. مش معنى يا جماعة، يا جماعة الشاشة سوداء عندكم يا جماعة، الباقي يتكلم. ده يعني سودا ها؟ كويسة، جت سودا وماشية. الشاشة كويسة، طب كده سودا يا كده سودا. سودا، لا يا أستاذ، كده كده سودا، سودا سودا. طب وكده أنا كده مش شايفة حاجة خالص. كده مش شايف حاجة شيء. خالص هو حد كده. لما بيبقى فاتح المايك بيبقى سودا. هو حد اللي يفتح المايك طب الشاشة ممكن، ممكن طب منكم كله يقفل المايك، ما فيش الا لوجينا بس هي اللي تتكلم. روجينا ولا شروق؟ شروق، شروق يا استاذه شروق. ها الشاشه اخبارها ايه؟ كويس يا أستاذ. تمام اقرأي لي بقى كده. أن الهمزه مكسوره يا استاذه شروق، اللي تحت اهي. إن ان إن لن ها لن لن دي واو. فن، واو يا استاذه، جبت الفاء منين؟ ما اللي ورايا يا أستاذ. لا ما احنا قرأنا دي اصلا، لسه ما قرأناهاش. ون فين ال ون ازاي؟ ون اهي، ون دي اسمها ون. لن لن يسمع الشيء يا أستاذ، عشان تعبانة بس مش مركزة. طيب دي واو، دي لام وواو، تبقى ايه؟ لو، لا ولا ولا لو لو انزلنا هذا القرآن على جبل. لو، لو ها. طب ودي؟ فن لا دي قاف مش فاء، ودي مش دي، ودي مش نون، دي دال. قو ها قاف مع قن الدال تبقى ايه؟ قن قف مع الدال يا استاذه شروق. وقف. معلش يا أستاذ علشان مش مركزة، بس مش لازم أقرأ النوبة طيب ماشي. مين يكمل مكان استاذه شروق؟ دي. أستاذ أنا انا يا أكمل. استاذ. استاذه استاذه فتيحه ماشي. ها لو لو استاذه فتيحه. ها قد استاذه فتيحه. قد ها قد ها فم فم الأستاذة لوشينا. فم أن أن ها
عم وعلم. ها طب خدي دي كمان يا استاذ الجايلي. ها فن فن. طب وخد دي كمان. ها كان كن كن. تمام خدي دي كمان. ها طب خدي دي كمان. أذ إذ. أذ إذ. أذ تمام. صب صب. جر أستاذة آسيا. فر فر فر. أستاذة آسيا فر. خلاص يا جاينة. فر. ها أنا أستاذ، أنا معك. ممكن نعمل سكرين شوت لها كده سريعا، كل واحد يصورها كده تصوير سريع كده عشان هنقرأها كتير جدا، عشان هنحتاجها تاني، نفس الكلام ده هنحتاجه تاني. عادي يا استاذ، اصورها من عندك، انا ما عرفتش اصورها. ما تعرفيش تصوريها؟ طيب اللي ما عرفش يصورها، اللي ما يعرفش يصورها يرسل لي يقول لي ابعتها لي يا استاذ. انا صورتها يا استاذ. تمام ما شاء الله عليك يا استاذ. انا صورتها يا استاذ. تمام. اللي مش عارف بس هيقول لي ارسلها لي، انا هشوف لجينا هنا اهي وهرسلها لها مباشرة. يا مسهل الحال يا رب. وانا ارسلها لي يا استاذ. اسم حضرتك ايه؟ ها شروق شروق. حاضر شروق. حاضر. طب بس اما وانا اصورها قلت له يا الاول، استاذ ارسلها لي. اما اصورها الاول وبعدين يبعتوا لي على الواتس يقولوا لي ارسلها لي. دي اللي قدامي دلوقتي شروق، اللي قدامي شروق انا اصورها ايه وارسلها لشروق مباشرة اهي، واللي بعد كده يقول لي ارسلها لي على الواتس، ما ارسلوليش دلوقتي عشان ايه ما يضيعش بقية الحصة. نكمل بقية حصتنا بقى كده. فاضل عندنا فاضل في الحصة قد ايه بقى؟ نشوف كده ما شاء الله، فاضل حوالي 5 دقائق. ركزوا معايا بقى. سكون. ايوه سكون مهم جدا، مهم جدا جدا. ما عرفتش السكون مش هتعرف تقرأ حرفين مع بعض، لان مفيش حرفين بيقرأوا مع بعض الا اذا كان الحرف الثاني عليه سكون. يبقى احنا عندنا قاعدة القراءة اصلا بتقول ايه؟ يقرأ الساكن مع اللي قبله، لازم يقرأ مع اللي قبله، والمتحرك يقرأ وحده. ايه هو بقى الحرف المتحرك؟ الحرف المتحرك هو الحرف اللي عليه فتحة او كسرة او ضم. ده الشرط الاول. الشرط الثاني بقى المهم، ان يكون الحرف اللي بعده ما له السكون، يبقى ده اسمه متحرك. ركزوا معايا بقى، لان انا عندي ده عليه فتحه اهو، اقدر اقول عليه متحرك؟ لا. ليه؟ لان الحرف اللي بعده عليه سكون. انما هنيجي في كلمه شوربه، دي الشين عليها ضمه، يعني حرف متحرك. ما احنا قلنا المتحرك يا فتحه يا كسره يا ضمه، ده اسمه متحرك حركات. هل الراء عليها سكون؟ لا. يبقى الشين متحركه. يعني ايه الشين متحركه؟ يعني يجوز ان تقرا مش يجوز، لازم تقرا لوحدها وتقف عندها. شو وهاجي عند الراء، الراء متحركه تحتها كسره، هل الباء اللي بعدها على سكون؟ لا. تبقى الراء متحركه.
يبقى اذا الشين متحركه والراء متحركه والباء اخر حرف في الكلمه فمتحرك. يعني ايه متحرك؟ يعني هقرا شو وقف، ري وقف، با وقف، انما اجي هنا ما اقولش ايه؟ لا لا ما ينفعش، لازم اقرا اللام مع الميم. لم، عرفت يعني ايه مقطع صوتي؟ عرفت يعني ايه ازاي تقرا حرف الساكن مع اللي قبله؟ مهم جدا. الكلمات دي تقرا بطريقه، يعني تقرا بشكل كبير جدا، وتكتب، تقرا وتكتب، تقرا وتكتب، وتكتب مره بحركات ومره بدون حركات. يعني استعد بقى كده، جهز لي دفتر معاك كده من دلوقتي، كلمة تكتبها بالحركات وفي نفس الصفحة اللي أمامها بالظبط نفس الكلمة بس بدون حركات، عشان نعرف نقرأ الكلمات بحركات وبدون حركات. نبدأ من دلوقتي. أيوة، هي من دلوقتي، من الآن، من أول الدرس ده، تمام؟ على ما نيجي نوصل للمستوى اللي احنا عايزينه كنا عرفنا قرأنا كل الكلمات بحركات وبدون حركات. يبقى القراءة الكثيرة مش للكل، مش لليلة دي كلها، لا، القراءة الكثيرة للكلمة الواحدة تديك سرعة في القراءة، والكتابة الكثيرة للكلمة الواحدة تديك سرعة في الكتابة. بس مش كلمة الواحدة لا تروح جاي ليه؟ لم 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 لم، لا، اقرأها لي 3 مرات واكتبها لي 3 مرات. شكرا. ايه اللي حصل؟ المخ احتفظ بيها سعادتك؟ ايوه، المخ احتفظ بيها، اشتغل، اشتغل عليها المخ، عمل فيها ايه؟ خزنها لي. اصلا انا ما حفظتهاش، انا ما حفظتش اساسا. ما يقولكش ايه ده انت حفظت، انت ما حفظتش الكلمه، لا، ده المخ اللي احتفظ لك بالكلمه. اصل ما انت واخد بالك، اللي بيحفظ ما بيفهمش. انا عندي اجتماع مثلا غدا مع حد وعايز اقول كلمه كده وخلاص، اقوم اي حد يكتب لي كلمه، مجموعه كلمات يعني، مقاله يعني كده، واقعد احفظها طول الليل. ليه؟ اصل ما يهمنيش اصلا ايه اللي مكتوب، انا عايز احفظه هقوله وخلاص. يبقى اللي بيحفظ ما بيفهمش، انما انت لما تقرا الكلمه 3 مرات وتكتبها 3 مرات انت كده ما حفظتهاش، انت كده المخ اللي احتفظ لك بيها. فركزوا، معلش يا الله استاذ، هل يخليك. انا بكره؟ نعم، هل انا بكره؟ ايوه، احنا قلنا الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.